وطن منحازون للحقيقة. الرسالة هي مناوءة للموقف الأمريكي الأخير الذي تجلى في منع إصدار قرار في مجلس الأمن لإدانة المجزرة الدموية في قطاع غزة. الولايات المتحدة تتعمق باتجاه الشراكة الكاملة مع الاحتلال في معاداة حقوق شعبنا الفلسطيني. هذه المؤسسات الأمريكية التي تدعم الاحتلال غير مرغوب بتواجدها في أرضنا الفلسطينية ويجب أن ترحل، والولايات المتحدة يجب أن تعيد النظر في كل مواقفها الداعمة للاحتلال إذا ما أرادت أن تكون طرفا في أي تسوية مستقبلية. كان يعبر عن إرادتنا وتصميمنا على أننا نحن سنتابع مسيرتنا حتى نرى أمانينا المنشودة قد تحقق بإذن الله التحرير والاستقلال. رسالتنا للعالم لا نستطيع أن نتابع مسيرتنا والعالم يتفرج علينا. هنالك مجازر ترتكب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وفي آخر الأيام المجزرة اللي ارتكبت في غزة والجميع صامت. فنحن نقول للعالم إن لم نجد حلا سريعا لقضية الفلسطينية فهنالك عواقب وخيمة على الجميع. فريدمان صهيوني وفريدمان مستوطن وفريدمان ابن كلب، هذه المواقف الأمريكية هي شراكة في العدوان مع الاحتلال. وطن منحازون للحقيقة.